تواصل وزارة الصحة حملتها المكثفة لمكافحة البعوض في جميع مناطق مملكة البحرين، وذلك حفاظا على صحة المجتمع من خلال اتخاذ التدابير اللازمة. للحديث أكثر حول جهود وزارة الصحة تنضم إلينا الأستاذة رجاء السلوم، رئيسة قسم صحة البيئة في وزارة الصحة. نرحب بك في نشرة الثالثة. ما هي أبرز جهود وزارة الصحة خلال هذه الفترة لمكافحة انتشار البعوض؟ طبعا تواصل وزارة الصحة جهودها اللي تهدف إلى الحد من انتشار البعوض، وذلك من خلال تكثيف حملاتها في جميع محافظات مملكة البحرين، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة البؤر في أماكن تكاثرها، وذلك حفاظا على الصحة العامة، خصوصا بعد هطول الأمطار وتكون المياه الراكدة اللي تساهم في انتشار البعوض. لذلك حرصت وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها من وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال على تكثيف حملاتها لمكافحة البعوض في مختلف المناطق. نعم، أيضا ما مدى صحة ما يتداول عن تسبب البعوض في نقل أمراض معينة؟ طبعا في هذا الشأن تأكد وزارة الصحة وتطمن الجمهور أن لم يتم تسجيل أي حالة انتقال محلي لمرض الملاريا في المملكة منذ العام 1979، طبعا ذلك نظرا لجهود مكافحة المرض ونواقله واللي تمتد من الثلاثينات من القرن الماضي ومستمرة حتى يومنا الحالي، حيث أن منظمة الصحة العالمية أعلنت رسميا في عام 1981 أن مملكة البحرين خالية من مرض الملاريا. وطبعا استنادا لبرنامج التقصي الوبائي الوطني لم يتم تسجيل حالات من مرض الزيكا أو مرض الحمى الصفراء، كذلك لم ترصد حالات انتقال محلي لحمى الضنك، كما أن برنامج التقصي الوبائي يتابع بشكل مستمر كافة الحالات المرضية في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وتأكد وزارة الصحة أنها مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية التوعية المواطنين والمقيمين بطرق ضمان سلامة المجتمع من جميع الأمراض المعدية ونواقلها، مع التأكيد على أهمية استسقاء المعلومات من المصادر الرسمية. نعم، أيضا بموازاة هذه الجهود التي تقومون بها، ما هو دور الشراكة المجتمعية الفاعلة لتحقيق أهداف إيجابية والأهداف المرجوة في مكافحة البعوض في مختلف مناطق مملكة البحرين؟ طبعا نأكد على أهمية الشراكة المجتمعية من خلال اتباع الإرشادات الوقائية في المنازل والمناطق السكنية للحد من انتشار البعوض ومسببات تكاثره، وضرورة الانتباه إلى تجمع المياه الراكدة في المنازل كالحاويات والنافورات المنزلية أو إطارات السيارات أو فتحات تصريف المياه غير محكمة الإغلاق، مع ضرورة تصريفها والتخلص منها بشكل دوري لتفادي تكون يرقات البعوض فيها. وطبعا يتم نقل المخلفات للأماكن المخصصة لها لتفاديا لانتشار البعوض البالغ، كما نؤكد على أهمية تضافر وتعاون الجميع لمكافحة البعوض والحد من انتشاره. وممكن الاتصال على رقم الوزارة الخط الساخن 800-8100 لمواجهة أي مشكلة بهذا الخصوص. نعم، الأستاذة رجاء السلوم، رئيسة قسم صحة البيئة في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.